مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين. خصصنا هذا المساء عن محافظه مأرب، مأرب الحضاره والتاريخ، هذا النموذج الامثل للدوله، لماذا يستهدف؟ مأرب قاعدة المدنية، فقل لمن يطلب البرهان عن حسبي فالسد والعرش برهان ومستند. قد اتخذنا على هامسها وطنا وفتية، إن يروموا شأونا قعدوا، وأول الملك فوق الأرض في سبأ خط الجلالة فيه الواحد الصمد. وعظم الله عرشا فوق تربتنا في ملك بلقيس فاشتدت به العمد. صورة شعرية لخص فيها الشاعر محمد أحمد منصور مأرب التاريخ والحضارة، طالما كانت مأرب مختزلة في عبارات الفوضى الأمنية والاختطافات، ولطالما كانت وغيرها من المحافظات هدفا للإفقار والتجهيل في انتهاك صارخ لقيمتها التاريخية والوطنية. غير أن السنوات الأربع الأخيرة كشفت الوجه الحقيقي والطبيعي لمحافظة مأرب. مأرب التاريخ والحضارة والصمود والإباء والفداء، أكدت قابليتها وقابلية أبنائها للمدنية واستعداد القبيلة فيها لاحترام الدولة وسلطة القانون، ولأنه لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، فإن مأرب المدينة والإنسان تدفع ثمن اصطفافها لقيمتها وللوطن، وهو ما يتكشف في الحملات التي تستهدفها بشكل ممنهج ومن أطراف مكشوفة. عن مأرب الأرض والإنسان وقيمتها الوطنية وأهميتها ستكون حلقتنا من بين قوسين لهذا المساء. في البدء أرحب بضيوفي، سيكون معنا من مأرب عبر الأقمار الصناعية الناشط السياسي الدكتور يحيى الأحمدي، وسيكون معنا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، وسيكون معنا من مأرب أيضا الناشط السياسي والكاتب الصحفي يحيى الأحمدي. البداية مع الدكتور يحيى، مساء الخير دكتور يحيى. مساء الخير عليك أخي ولي، أخي بشير، ولكل المشاهدين الكرام، ومساء الخير لهذه البداية وهذه الإطلالة الشعرية والأدبية التي تتناسب ومأرب الحضارة والتاريخ، وأهلا بك وبكل المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور يحيى. في البداية، أربع سنوات، أين تقف مأرب اليوم؟ أربع سنوات، نعم، مأرب التي أشهرت بندقيتها في مواجهة استهداف الجمهورية واستهداف الدولة، اليوم بعد أربع سنوات مأرب ترسو على بإذن الله إلى تسير إلى بر الأمان. مأرب الحضارة والتاريخ التي إذا تحدثنا عن جوانب شتى سنتحدث في أول هذه الجوانب عن مأرب الإنسان، مأرب التي لم نسمع حتى اليوم منذ أربع سنوات من يعير شخصاً بمنطقته أو بلونه أو بمحافظته. الإنسان في مأرب يشعر أنه في محافظته وفي وطنه وفي بيته وفي مكانه. لم نسمع، وهي شهادة، وأنا عاهدت نفسي ألا أمدح أحدا إلا إذا كان يستحق هذا المدح، وأوجه من هذا المكان التحية لكل أبناء مأرب الذين ضربوا أروع الأمثلة. بل سمعت إلى أذني من أحد الآباء وهو يقول لقد أحييتم محافظتنا، أحيا الله قلوبكم، كان ينطق بهذه الكلمة والدموع تذرف من عينيه، لأنه يعي في مأرب تقريبا هي المدينة أو المحافظة الوحيدة التي يفرح المأربي بوجود الحضرمي وبوجود العدني وبوجود الصنعاني والإبي والتعزي وكل من وكل أبناء المحافظات الذين في هذه المحافظة. لم نسمع يوم من الأيام، وهي صغيرة المساحة وضيقت الشوارع، لم نسمع من يقول في الشارع لقد ضايقتمونا في الخط أو زاحمتمونا في ممراتنا وفي الطرقات إلى بيوتنا. هذه هي مأرب الحضارة والتاريخ إذا تحدثنا عن هذه المكارم الفاضلة. وإذا ما تحدثنا عن مأرب البنية التحتية والإنشاء الكبير، هناك توسع كبير لكن هي تعاني من البنية التحتية التي للأسف الشديد، أنا أشبه مأرب أخي بشير بأنها كنازح في صحراء، أو كمقيم في صحراء نزح إليه 10,000 ضيف ويطالبونه بأن يوفر لهم الماء والطعام والطريق والخدمات الصحية وكل ما إلى ذلك، لكن استطاعت بفضل الله ثم بجهود أبنائها المخلصين أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم. طيب دكتور يحيى، سأكتفي منك بهذه البداية
ونشرك معنا في الحديث أيضا من مأرب الكاتبة الصحفية الأستاذ يحيى الثلاية. مساك الله بالخير أستاذ يحيى. مساك الله بالخير أخي بشير. أهلا بك أستاذ يحيى. إذا تحدثنا عن مأرب بين زمنين، بين عهدين، بين عهد مضى وعهد آت، كيف تقيم تجربة مأرب بعد 4 سنوات من الحرب، وأيضا كيف كانت مأرب حتى في نظام الحكم السابق وكيف أصبحت اليوم؟ أستاذ يحيى، أستاذ يحيى الثلاية هل تسمعني؟ إذن سنعاود الاتصال بالأستاذ يحيى بالتأكيد إلى أن يجهز التليفون. أعود مضطر للدكتور يحيى. دكتور يحيى، إذن إن كنت قد سمعت سؤالي للأستاذ يحيى، هو نتحدث عن زمنين، بين فترة زمنية كانت مأرب وأين أصبحت اليوم، كيف يمكن تقييم مأرب ما بين الماضي والحاضر؟ مأرب على المستوى البنية التحتية كما قلت لك، ومأرب التي ربما ظلمت كثيرا في الماضي، وربما صورت أو كان في مخيلة اليمنيين بأنها يعني تعاني من انفلات أمني، تعاني من تقطعات ما إلى ذلك. اليوم مأرب مختلفة تماما، مأرب أثبتت عكس ذلك تماما، وعاد وكأن القدر جاء باليمنيين إلى هنا ليتأكدوا بأنفسهم من طبيعة الشخصية المأربية اليمنية الأصيل الذي يتجسد في هذا الإنسان المأربي وفي الحياة التي هنا في مأرب. هنا لا شك أن التاريخ والحضارة وما إلى ذلك من التراث العظيم الذي في مأرب يحتاج إلى حلقات معنية ومختصة، لكن سأتحدث في عجالة عن الفرق العظيم. مأرب كانت قرية صغيرة، يعني إذا جاز التعبير، اليوم نحن نتحدث عن مدينة مترامية الأطراف، مدينة أصبحت تضم أكثر من ثلاثة ملايين يمني. مأرب اليوم فيها الجامعة وفيها المنشآت الحيوية، فيها المجمعات السكنية، فيها التخطيط العمراني المستقبلي الذي دشنه الذي يعني دشن بداية انطلاقته محافظ المحافظة، وهناك استثمارات واسعة. مأرب اليوم تشكل محافظة ضخمة جدا، إلا أنها تفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي لا يمكن أن تقوم بها محافظة أو يقوم بها فرد بعينه أو محافظ أو ما إلى ذلك، وإنما يتطلب أن تتدخل الدولة بكاملها لتوفير متطلبات الحياة والخروج بهذه المحافظة. سننتقل لهذه النقطة ما ينبغي أن تكون عليه. سننتقل لهذه النقطة ودور الدولة في دعم مسيرة مأرب والنموذج الذي بدأ يتشكل في هذه المحافظة، لكن دكتور اسمح لي أن أعود للأستاذ يحيى الأحمدي من جديد. أستاذ يحيى تسمعني الآن؟ يحيى الثلاية، عفوا أستاذ يحيى الثلاية. نعم أسمعك أخي بشير، تسمعني؟ نعم، مرحبا بك أستاذ يحيى الثلاية من جديد. كنت قد سألتك عن مقارنتك أو كيف تنظر لمأرب بين زمن مضى وزمن حاضر الآن، ويعني ما الصورة التي تراها الآن التي تتشكل في مأرب؟ أولا بعد الأبيات الرائعة التي أوردتموها وهي خير ما يمكن أن يستشهد به اليوم للشيخ محمد أحمد منصور، تكلمتم وتكرر في حديثكم في تقريركم مأرب المدينة. الحقيقة إذا أردنا أن نتكلم عن مأرب، فمأرب هي أكبر من أن تكون المدينة. مأرب محافظة مترامية الأطراف، فيها أكثر من 18 مدينة تقريبا، تتكون من قبائل ومكونات عديدة وليس مجرد مدينة مأرب وحدها. هذه المحافظه. نعم. استاذ يحيى نعم استاذ يحيى، معذره. نعم. فقط للتوضيح، نحن ذكرنا في القصيده مأرب المدنيه وليست المدينه. نعم، المدنيه بمصطلحها العام. نعم. ليس في القصيده وانما في التقرير ركزتم على مأرب المدينه، والحقيقه اليوم ان مأرب هي اكبر من، يعني لا تقتصر على عاصمه المحافظه وحدها، وانما صحيح. المكونات الاجتماعيه وهي الاهم في مأرب، المكونات الاجتماعية والجغرافية لمحافظة مأرب والتي تتكون من كل الأطياف السياسية الاجتماعية، من عبيدة ومن مراد ومن جهم ومن الجدعان ومديرية حريم. هذه القبائل كلها بأبطالها وأحرارها الجمهوريين شكلوا اليوم لوحة رائعة في مسار العمل الوطني الحديث. إذا كنا نتكلم أو نقارن بين مأرب اليوم ومأرب الأمس، فمأرب اليوم هي ذاتها مأرب الأمس التي سمعنا عنها في كتب التاريخ، مأرب الحضارة، وليس جديدا عليها. ربما تفاجأ كثير من الإخوة المتابعين لمأرب وهم يرون ما سطرته من دور بطولي وما حققه أبنائها. هؤلاء إما أنهم تأثروا بزيف الإعلام في الفترات الماضية
او انهم لم يقرأوا حقيقة الطبيعة النضالية والوطنية لشعبنا في مناطقه القبلية والمدنية على حد سواء. اليوم مأرب تمثل الامتداد الاصيل للهوية اليمنية، وهي بهذا تؤكد ان اليمنيين اكثر قدرة على الانضباط والنهوض الحضاري اذا ما اتيحت لهم الفرصة في ظل الحرب. نعم. طيب استاذ يحيى الثلايا، هناك من يقول كل اليمنيين ذو تاريخ وذو حضارة، كل اليمنيين مقاتلون ووقفوا بوجه الإمامة، لماذا كل هذا التحيز لمأرب؟ ليس تحيز وإنما هو إنصاف. مأرب اليوم تمثل صحافة في مشروع الإمامة مثل يعني ربما تفوقت على كثير من محافظات المحررة، وهو الدور الذي كان مفترض منها، وكان يتبع كل من يقرؤون التاريخ اليمني بصورة جيدة. اليوم مأرب ليس هناك تحيز لها، وانما مجرد انصاف ومجرد تعبير عن واقع. كما انني لست مع من يصور الانتقادات الجاريه في مأرب انها مجرد حسد او حب شخصي. مأرب اليوم تمثل وطنا يستفيد منه جميع اليمنيين بمختلف توجهاتهم وتشكيلاتهم وتياراتهم واتجاهاتهم السياسيه والفكريه. نعم. اذا تحدثنا عن مأرب تفوقت دكتور يحيى الاحمدي، بماذا تفوقت مأرب على بقيه المحافظات الاخرى؟ نعم نعم، المحافظات التي في إطار الشرعية، فإن مأرب تستطيع أن تقول أخي بشير بأنها تفوقت في الجانب الأمني، يعني تفوق كبير الجانب الأمني هنا في مأرب، وأيضا يعني لم تحدث حادثة اغتيالات مثلا خلال الفترة الماضية بشكل كما يحدث في كثير من المحافظات. أيضا ما يمكن أن يميز مأرب هو التعايش الكبير بين اليمنيين هنا، يعني هي صورة مصغرة لليمنيين، استطاعت هذه المحافظة أن تكون بحجمها الصغير وبإمكانياتها. أنا لا أتحدث عن ربما أركز على البنية التحتية ليست المساحة الجغرافية، ربما إمكانياتها البسيطة وما تمتلكه هذه المحافظة لم يكن مؤهلا لاستقبال أكثر من 3 ملايين. هذا ربما تميز كبير، هذا دليل على أن هناك كما ذكر زميلي يحيى بأن هناك يعني بصفة اليمني بصفته يحب النظام يحب القانون. القبيلة في مأرب يا أخي بشير هي أكبر مساند للدولة، القبيلة أعلنت في أكثر من مرة، وعندما تحدث أحداث عرضية مثلا أو يحدث هنا وهناك أي اختلال القبيلة سرعان ما تقف إلى جانب الدولة وأصدرت بيانات مؤيدة للدولة وتنحاز إلى المواطن هنا في مأرب، يعني يتمنى أن يعيش المدنية وأن يعيش آمنا سالما معافا. انخرط الناس كثير في التجارة، انخرطوا في الأعمال المدنية في المنظمات في الجمعيات في المؤسسات في الأندية في الجامعة أيضا التي تشهد إقبال كبير، ما يقارب من 8000 طالب وطالبة في هذه الجامعة الناشئة. كل هذا رغم الحرب وبرغم الإمكانيات البسيطة إلا أنهم انخرطوا في هذه المجالات، وهو دليل على تميزهم الناتج عن أصالة اليمنيين وحضارتهم، وقد ضربوا أروع الأمثلة في الماضي والحاضر وسيظل المستقبل أيضا زاهرا بهذه المعاني. نعم دكتور يحيى، ربما لك الآن ما يقارب 4 سنوات وأنت تعيش في محافظة مأرب، هل لاحظت يوما من الأيام وأنت تتجول في شوارع مأرب نوعا من التمييز، نوعا من المناطقية، نوعا من العنصرية بينكم وبين أهل مأرب وسكانها الأصليين؟ نعم أخي بشير، ربما عشت هنا فترة طويلة، كنت في فترة انقطاع للدراسة ثم عدت، لم ألحظ إلى اليوم أن هناك تمييز عنصري حتى على مستوى الأعمال على مستوى الوظائف، هناك استيعاب. لا، لو حدثتك عن الجامعة مثلا التي نحن ضمن طاقمها أو ضمن العاملين فيها، هناك يعني استيعاب لعدد كبير من المعلمين من المدرسين والمتخصصين، هناك استيعاب، تجد الزميل من شبوة، تجد زميل من حتى من سقطرة، هناك من يمثل هذه المحافظة في الجامعة، هذا دليل كبير على أن هذه المحافظة تمثل الجميع. أيضا الأبواب مفتوحة، الحرية، سقف الحرية الموجود، لا يمكن أن يكون هناك تمييز في أن فلان يعني يتاح له الفرصة وآخر تمنع عليه الفرصة، يعني ربما في المجموع الكلي تستطيع أن تقول بأن مأرب استوعبت الجميع دون تمييز ودون تحيز لأي جهة كانت. الكفاءة والقدرة والخبرة
هي شعارنا هنا. والحزب الكبير حزب الدولة، انضم الجميع هنا في حزب الدولة، وهذه هي الميزة الكبيرة التي تميزت بهذه المرحلة، أن الجميع انضموا إلى حزب الدولة، وهو أضخم وأعظم الأحزاب التي يمكن الانتساب إليها في مثل هذه المرحلة التاريخية في تاريخ اليمن. نعم. طيب أعود أيضا مرة أخرى للأستاذ يحيى الثلاثي. أستاذ يحيى، لا شك أن أيضا المكونات في مأرب، هناك مكونات عديدة قبلية وأيضا حزبية، هناك من ينتمي للمؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي الناصري الإصلاح، لكن ربما لمسنا في مأرب منذ بداية الحرب إلى اليوم لم يكن هناك أي اختلاف، اتحد الجميع حول راية واحدة وهي راية الجمهورية، ما هي الأسباب برأيك؟ الاختلاف موجود، والتباين والتنوع وتبادل الرأى واختلافها، أن تجد الناس كلهم على وجهة واحدة، يعني حتى في موضوع توحيد الله وفي موضوع الأديان ليس هناك هذا الحد من التمازج ومن التطابق بين الناس. الاختلاف طبيعة بشرية وإنسانية وموجودة. نعم نعم، هذا يعني خسارة وغياب الجمهورية بعد أن أدادهم الحوثي يعني الطعن غياب، وجعلهم يعودون إلى يعتصموا بحرب كل المحافظات، وهم جميعا مشردون أو هاجروا من بلادهم بعد من مناطقهم ومن صنعاء ومن المحافظات الأخرى بعد أن ضاقت بهم، ومن الطبيعي أن يكون هذا موقفهم في مأرب، إضافة إلى أن أبناء مأرب أيضا والموجودين فيها ومن يتصدر الفعل هم من الطبيعة الوطنية والسياسية والنخبة الإدارية والمدنية والعسكرية التي كان لها مواقف مشددة، سواء من خلال يعني من خلال رئيس السلطة الإدارية السلطة المحلية نعم اللواء سلطان بن علي العرادة أو الأطياف السياسية نعم. طيب أستاذ يحيى اسمح لي. نعم. نعم. طيب أستاذ يحيى الثلاثي، ربما هناك مشكلة، سنحاول أن نصلح هذا الخلل في الصوت، ولكن وننتقل لمحور آخر مهم، لكن اسمح لي الآن والمشاهدين الكرام أن نذهب لمحافظة مأرب. عدسة بلقيس أو كاميرا بلقيس ذهبت إلى الشارع وحاولت أن ترى مأرب بعيون من نزحوا إليها، بعيون من سكنوها ومن ضاقت بهم المحافظات الأخرى وذهبوا إلى مأرب. نسمع منهم ونكمل النقاش. لا يستطيع أن يعرف ماذا تعني مأرب اليوم إلا من عرفها قبل 4 سنوات والجميع ربما في خلل، لم نسمع ماذا يقول أحد الذين استطعنا أراءهم، وبالتأكيد إلى جوارها الكثير، لكن سنصلح هذا الخلل ونسمعهم من جديد، ولكن سأعود مرة أخرى إلى مأرب وعبر الأقمار الصناعية مع الدكتور يحيى الأحمدي. دكتور يحيى، أيضا هناك ربما عتب ممن يسكنون في مأرب، يقول الكثير منهم لماذا كل الإنجازات يعني تحسب لمأرب رغم أن الجميع من أبناء اليمن متواجدون في مأرب وفي كل الجبهات ويشاطرون إخوانهم في محافظة مأرب، يعني الحل والمر، الشهادة والجراح، التسابق على الخطوط الأمامية للقتال ضد ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة، إذن لماذا فقط يخصص كل الحديث عن مأرب 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 وتتجاهلون هذا القطاع الواسع الذي تشكل من كل أبناء اليمن؟ لا يوجد هناك انحياز. عندما لو تتبعت معي في البلاغة فإن هناك المجاز، وهو أن تذكر الجزء اللي تريد الكل، فعندما تذكر مأرب هي رأس حربة، يعني لامتداد جسم كبير وامتداد قطاع واسع من المناضلين والأبطال الذين جاءوا من كل محافظة اليمن. حتى أبناء مأرب لا يطلبون ولا يشترطون على أحد أن يذكرهم، يعني لم يفرض علينا أبدا أن نتحدث عن مأرب أو أن نتحدث عن أبناء مأرب، لكن هذا رد الجميل واجب. وعندما يتحدث، لو استضفت واحد من أبناء مأرب في هذا المكان ستجده يمدح أبناء أب، أبناء ريمة، أبناء الحديدة، أبناء تعز، أبناء عدن، أبناء حضرموت، أبناء الضالع، أبيل، كل هذه المحافظات. اليمني بطبيعته يرد الجميل ويعترف بالجميل لغير، لا يمدح
يعني لا يمدح يعني نفسه، ولكن يرد الجميل إلى أهله ومأرب تستحق. يعني ربما لو عدنا بالذاكرة إلى عندما اجتاحت الميليشيات المحافظات، كانت أعيننا متوجهة نحو مأرب. عرف الناس أن مأرب هي الملاذ الكبير، مأرب كانت الحصن الكبير، وكانت المترس الأول والنسق الأول في مواجهة الميليشيات الحوثية ومواجهة محاولة الالتفاف على الجمهورية وهدف 26 سبتمبر من هذه المحافظة. ما زلنا نتذكر إلى اليوم، نتذكر مطارح نخلة والمطارح التي كانت على أطراف مأرب، نتذكر عدسة الكاميرا وهي تنقل أولئك الرجال الذين لا يمتلكون كثير من السلاح لكنهم كانوا يمتلكون الإرادة. نحن نعيش الأحداث كل عام، وكل يوم لدينا ذكرى، نرى ذكريات الشهداء والأبطال الذين كانوا من مأرب ومن غير مأرب، لكن نذكر الجزء لنريد الكل. وهذا شيء طبيعي أن نميز مأرب لأنها استحقت هذا إنصاف من 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 التاريخ، أنصف مأرب التي ظلمت كثيرا وشوهت صورتها، ولكن جئنا إلى مأرب وكأن القدر جاء بنا إلى هنا لنسمع منهم ونرى عن قرب، لتكون شهادتنا حقيقية وتكون أعيننا بصيرة بما بطبيعة مأرب وطبيعة أبناء مأرب. نعم. طيب دكتور يحيى، نعود مرة أخرى أيضا للأستاذ يحيى الثلاية. أستاذ يحيى، يعني مأرب تحدث الكثير بأنها ظلمت في الماضي كثيرا، وربما الآن تمارس على مأرب صورة من الظلم ولكن بطريقة أخرى. من يريدون النيل من مكارة مأرب والنموذج الذي تشكل وأصبح ربما يعني يتمنى الجميع في المحافظات المحررة الأخرى أن تصير زي مأرب؟ إذن لماذا تستهدف مأرب في هذا الظرف وبهذا التوقيت من نجاحها؟ اليوم هي تستهدف منذ بداية الانقلاب، كما استهدفت كل اليمن مستهدفة من عدو واحد ووحيد ومعروف هو الإمامة. ما هو أهم من التناولات الإعلامية الغبية والمشيفة أن هناك حربا تستهدف مأرب وتستهدف اليمن بأكملها، هناك جبهة مفتوحة في صرواح، هناك صواريخ تطلق في كل لحظة، هناك إصرار على الفتنة في وعدم ميل أو انحياز إلى السلام. من يعمل هذا لن يتورع عن أن يبث الإشاعات أو أن يبحث عن أبواب أفاكة باستهداف مأرب. وكما أشرتم أن نموذج مأرب قد يكون فرصة لقراء كثيرين لأن يستهدفوه عسكريا قبل أن يكون ذلك سياسيا. وما جرى الأيام الأخيرة من تصريح من تصعيد في صرواح ومن أحداث في غيرها من المناطق ليس إلا مؤشرا لهذه المكائد التي تنصب لمأرب باعتبارها قلعة من قلاع اليمن الجمهوري وليس مجرد نعم نعم. طيب في صورة أو أخرى. طيب أستاذ يحيى الثلاية، أستاذ يحيى، ربما أنا هنا لا أتحدث عن العدو الذي يريد أن يستهدف مأرب والمتمثل بالميليشيا الإنقلابية، لكن أنا أتحدث عن استهداف مأرب من رفقاء الكفاح، من رفقاء المقاومة، من رفقاء من يريدون استعادة الجمهورية من الإمامة. لا أدري عن أي رفقاء تتكلم. أنا يعني في قضية كهذه أن يتم استهداف مأرب أو تعز أو عدن، الساحل الغربي، الحديدة، هناك من يقوم باستهدافها هذا لا ينتمي لخط الجمهورية وإنما يعبر عن إما عن خيوط سرية بينه وبين أنه مجرد يعني داعي إلى إفقاث في المشروع الوطني وفي النضالات الأوطانية شيئا يعني. نعم. الكاتب والصحفي الأستاذ يحيى الثلاية كنت معنا من محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. وأرحب مشاهدينا الكرام بضيفي من لندن المحلل السياسي وابن مأرب الدكتور محمد يميح. مساك الله بالخير دكتور محمد. مساك الله بالنور، أهلا بك دكتور. ربما يتساءل الكثير من اليمنيين أو حتى غير اليمنيين، يعني أين كانت هذه الصورة عن مأرب، هذا النموذج الذي بدأ يتشكل الذي أثبت أنه أكثر مدنية وأكثر التزاما بقيم الدولة والنظام والقانون من غيره؟ هو في الواقع يعني كانت الصورة كما هو معروف السائدة عن مأرب صورة سلبية. حاولت الدوائر الإعلامية بعينها في السابق أن تكرس هذه الصورة عن هذه المحافظة، طبعا لأسباب نحن نعرفها جميعا، لأنها محافظة أو يأتي في رأس على رأس هذه الأسباب أنها محافظة نفطية، وبالتالي من المهم تشويه هذه المحافظة لتهميش أبنائها من أجل أن
يتيسر للقوى المتنفذة التي كانت تستنفذ خيرات هذه المحافظة أن تأخذ هذه الخيرات دون أن تكون هناك يقظة أو مطالبة أو أي حق من حقوق هؤلاء الناس في المحافظة الذين أصلا تم تشويههم وتم إنجاز التعبير حرق صورتهم في عيون اليمنيين بشكل عام حتى لا يتجرأ صوت من أصوات المواطن هناك بالارتفاع مطالبا بحقوق الناس. لكن طبعا هناك مؤسستان في حقيقة الأمر تعملان في اليمن، نعم. مؤسسة الدولة ومؤسسة القبيلة، وهما تعملان بشكل قد يكون متوازيا في بعض الأحيان. في مأرب لا تزال الأنساق القبلية بأعرافها وقوانينها القبلية موجودة، وعندما انهار نسق الدولة اليمنية ظل نسق القبيلة موجودا في هذه المناطق القبلية، وهذه الأنساق القبلية أو الأعراف حتمت على أبناء هذه المناطق بضرورة الدفاع عن الأرض، لأن الأرض تعتبر بمقام الأم بالنسبة للبدوي أو القبلي الذي تحكم عليه أسلافه وأعرافه أن يدافع عنها. كان أبناء مأرب ينطلقون من منطلق من نسقين، نسق القبيلة التي تحكم على أبنائها الدفاع عن أرضها، ونسق الدولة التي انهارت في معظم أنحاء اليمن وبقيت في مأرب في لحظة من لحظات التاريخ في 2014 أو 2015 إلى أن التف الناس حول المقاومة وحول الجيش، وبدأت تتشكل نواة المقاومة في مطارح النخلة وغيرها من المطارح في مأرب، ومن هنا انطلقت، وكان المرحوم الشدادي قائدا ورائدا في ذلك الشأن، والقضية أو القصة معروفة فيما بعد. نعم. طيب دكتور محمد، كفرد من أصحاب مأرب ومأربي، إذا تحدثنا عن يعني ما الذي يسعدك أنت عندما تسمع ما يقال عن مأرب، وما الذي يعني ربما يحزنك، ما هو؟ طبعا الذي يسعد هو هذا النموذج الذي لا نقول أنه نموذج مثالي، ولكنه أقرب النماذج إلى الدولة. نعم. يعني أنت الآن في معظم مناطق الجمهورية لا تجد صورا للرئيس اليمني، لا تجد يعني صورا واضحة أيضا ولأعلام اليمن، لا تجد مؤسسات تتحدث باسم الدولة، باسم الشرعية، باسم الحكومة في تصوري إلا في عدد محدود من المناطق، حتى المناطق المحررة، لا أتحدث عن مناطق الإنقلابيين فلها سياقاتها الأخرى. نعم. لكن في مأرب تجد الدولة، تجد معظم اليمنيين موجودون هناك، تجد العلم اليمني، تجد النشيد الوطني، تجد رموز البلاد، تجد الكل مرحبا به في مأرب. هذه المدينة التي كان أو هذه المحافظة التي كان يشاع عن أبنائها بأنهم متعصبون وعنصريون ويعني قطاع طرق وما إلى ذلك من الألفاظ التي كانت تطلق عليهم، انفتحوا على إخوانهم ورحبوا بكل ضحايا الحوثيين من كل اتجاه، لم يميزوا بين أحد لا من الشمال ولا من الجنوب، ولم يميزوا بين أحد من الناس على أساس مذهبي أو عرقي. نعم. أو طائفي، ولكن احتضنوا الجميع، وصراحة أن الذين احتضنتهم مأرب لم يشكلوا عبئا على مأرب، وإنما شكلوا رافدا من روافد الدولة، وشكلوا أيضا عاملا من عوامل المقاومة المساعدة. هناك الآلاف الذين قتلوا، دعنا نقول المئات الذين قتلوا من خارج أبناء مأرب من المحافظات الأخرى دفاعا عن مأرب، وهم لم يكونوا يدافعون عن مأرب كأرض، وإنما كانوا يدافعون عن نموذج الدولة المتبقي في مأرب. نعم. مثل هذه الأمور يفخر بها اليمني ويفخر بها المأربي، وجود الدولة، وجود النظام والقانون إلى حد ما، وجود أيضا رجال المقاومة والجيش، قيادة الجيش، أيضا احتضان قيادة التحالف هناك. كل هذه الأمور يعني توحي بأن هناك دولة تتشكل في هذه المحافظة المنسية. الجانب الآخر الذي يحزنك ما هو دكتور محمد؟ طبعا الذي يحزن للأسف الشديد أن هذا النموذج الذي لا ندعي له الكمال
في كثير من القصور. هذا النموذج الذي ربما ينظر إليه كشمعة يجب أن نحافظ عليها من الرياح الهوج التي تحاول أن تطفئها. أحيانا نتعرض للطعنات، سواء كان طعنات إعلامية أو طعنات من الداخل من أجل إفشال هذا النموذج. ليس لعدم إدراك الذين يقومون على مثل هذه الحملات الإعلامية تحديدا بأن مأرب لو سقطت فإنها يعني قلعة من قلاع الجمهورية الكبيرة التي لو سقطت لا سمح الله، لو أنها سقطت في بداية الأمر لا 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 ذهب الحوثيون مباشرة إلى ساحل مكلا ولا ذهبوا إلى شبوة. كانت مأرب خط الدفاع الأول عن الجنوب، وبالتالي بعض الإخوان في المجلس الانتقالي الذين يعني تبنوا خلال هجوم للحوثيين أخير على بعض المناطق في صرواح قبل أن يتم طردهم، تبنوا حملة إسقاط مأرب بنسبة 90% كما هو المنشيت للأسف لدى الزملاء في صحيفة الأيام. يعني لم يكن هذا المنشيت مهنيا ولم يكن مخلصا ولم يكن يتغيى غير بث الهلع والفتنة وإسقاط هذا النموذج. نعم. مأرب اليوم لو سقطت لعاد الحوثي إلى شبوة ولعاد الحوثي إلى المهرة وإلى حضرموت. هناك مناطق شاسعة في هذه المحافظات لا توجد بها مقاومة ولا توجد بها قطاعات الجيش اليمني، وبالتالي من السهل على الحوثيين أن يذهبوا إليها. نعم. على الذين يرون في مأرب أنها تتبع التجمع اليمني للإصلاح على سبيل المثال أن ينظروا إلى أن مأرب تضم كافة المكونات السياسية وكافة الأحزاب، وبالتالي سقوط هذه المدينة يعني سقوط خط الدفاع الأول ضد محافظات جنوبية. صحيح. الإخوان للأسف الشديد الذين يتمنون زوال هذا النموذج مماحكة للإصلاح على اعتبار أن الإصلاح يتصدر في هذه المحافظة، وحقيقة الإصلاح له وجود كبير، لكن هناك أيضا مكونات أخرى كما قلت. عليهم أن يدركوا بأن هذه المدينة هي التي آوتهم. هناك للأسف الشديد كثير من الإعلاميين عندما هربوا من بطش الحوثيين في صنعاء وخاصة بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح رحمه الله هربوا إلى مأرب. صحيح. آوتهم مأرب قبل أن طيب دكتور محمد دكتور محمد اسمح لي سنخصص الفقرة الجزء الأخير أو المحور الأخير من هذه الحلقة عن هذه النقطة، ما هي الأسباب ولمصلحة من يعني استهداف مأرب وتقديم صورة مشوهة عن مأرب في وقت هي النموذج الأمثل بالمحافظات المحررة. ولكن اسمح لي أن نذهب أنا وأنت والمشاهدين الكريم والمشاهدون الكرام والدكتور يحيى، ذهبنا أو ذهبت كاميرا بلقيس إلى المواطنين في محافظة مأرب، من نزحوا إلى هذه المحافظة، ممن ذاقت بهم المحافظات الأخرى، ممن تلقوا أنواع التنكيل والتشريد من الميليشيا الانقلابية وحضنتهم مأرب. نسمع حديثهم عن مأرب وماذا تمثل لهم ونكمل النقاش. لا يستطيع أن يعرف ماذا تعني مأرب اليوم إلا من عرفها. كانت قبلة المستثمرين امتازت مأرب بالأمن والتعايش والسلام. هذا المزيج من المواصفات جعلتها مقصد للجميع. مأرب اليوم تحتضن العاصمة الاجتماعية، عاصمة المقاومة، منطلق التحرير. مأرب التي كانت مثلت محافظة مأرب أهمية تاريخية وإرث ثقافي وحضاري للجمهورية اليمنية، هي تمثل الآن بعد وطني بحيث أنها المحافظة التي جمعت جميع أطياف اللون السياسي اليمني، كل اليمنيون
الذين يهربون من بطش الميليشيا الحوثية في أي محافظة يلجؤون إلى محافظة مأرب. تمثل محافظة مأرب النواة التي يمكن من خلالها أن تمثل نموذج إيجابي لبقية المحافظات المحررة أن تنحو منحى مأرب. محافظة مأرب الوضع الآمن الذي تعيش فيه، حالة الاستقرار، حالة البناء والتنمية التي تعيشها هذه المحافظة جعلها تمثل نموذج إيجابي، وهي المحافظة التي تعد العاصمة الحقيقية لليمن. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأعود إلى مأرب مع الدكتور يحيى الأحمدي. دكتور يحيى، الآن إذا تحدثنا عن أهم نقاط يجب على أبناء مأرب ومن هم متواجدون في مأرب أن يحافظوا عليها من أجل أن يستمر هذا النموذج بالتشكل نحو الأفضل وأيضا التنمية وتقديم صورة أيضا أجمل مما هي عليها اليوم. هي صورة أوكي جميلة لكنها ليست النموذج الذي يأمل إليها الناس بالشكل المطلوب. نعم، أتفق معك أخي بشير إلى أن مأرب يعني هي في طريقها إلى تقديم نموذج جميل وتقديم نموذج يعني يطمح إليه كل اليمنيين. المطلوب اليوم من أبناء مأرب أولا وهم بالدرجة الأولى وربما هم أدركوا وهم أذكياء في هذا المجال أن يكونوا عونا للسلطة المحلية، عونا للمحافظ الذي يبذل جهود كبيرة. اليوم المحافظ يسعى إلى إيجاد مطار في مأرب، إلى يعني تشكيل أو تكوين وحدة سكنية ضخمة جدا فيها آلاف أو يعني آلاف الهكتارات والوحدات السكنية، أن يساهموا أن يسهموا بشكل كبير في توفير ما استطاعوا من المساعدة في مساعدة رجال الأمن، مساعدة النازحين. هذه أشياء كثيرة جدا وقد عرفها أبناء مأرب قبل سنوات يعني واستعدوا لهذه الخطوة. المطلوب أيضا ممن يقيمون في مأرب من الإعلاميين والصحفيين، لا نطلب منهم مثلا أن يكونوا ضد الحقيقة ولكن أن يأخذوا الحقيقة بطريقتها الصحيحة، لا كما حدث في الأيام الماضية. كما ذكر الدكتور هناك من طعن مأرب بطريقة موجعة، هناك من تحدث عن سقوط مأرب، يعني ما أدري بأي منطق يتحدث أحدهم في صحيفة عن 90% يعني من المواقع التي سقطت، مع أن مأرب التي صمدت يوم أن كانت هناك الدبابات والطائرات بأيدي الانقلابيين. اليوم كيف يمكن لهذه المجامع أن تدخل إلى مأرب؟ مأرب اليوم محصنة، ونطمئن الجميع بأنها لا يمكن أن تكون مسرحا لعمليات عسكرية. صحيح قد تستهدف بالطائرة بالصواريخ، قد تستهدف بأعمال تخريبية معينة، لكنها ستكون محدودة جدا ولا تؤثر على حياة المواطنين. هنا مأرب تشهد ازدهار كبير في أكثر من مجال وفي أكثر من نعم. توجه. ندعو أيضا السلطة المحلية إلى أن، واليوم عفوا أخي بشير هذه النقطة مهمة جدا، وهي وأثناء قدومي إلى هنا إلى الاستوديو اطلعت على تعميم من السلطة المحلية ينظم فيها عملية الإيجار، وهو موضوع ربما تطرقت إليه كثيرا. وإذا ما تم وإذا كان هذا التعميم سيكون تنفيذه على أرض الواقع صحيحا وسليما، فأنا أبشر اليمنيين بنموذج رائع في مأرب، وبأن الدولة تتشكل وتعود من جديد، وأن الدماء التي سالت والأشلاء التي تناثرت على هذه الأرض قد أثمرت، وسيجد أبناء الشهداء وأبناء الجرحى وأبناء المشردين وأبناء النازحين سيجدون في مأرب الخير، وسيجدون أن مأرب قد اتسعت لهم وأيضا كانت يعني سهلة عليهم ووفرت لهم بقدر دخلهم المحدود السكن والأمن. نعم. واستكملنا المتطلبات حياة الإنسان من الأمن والسلام. نعم. وأيضا الأمن في الإيجارات التي كانت ترهق كاهل اليمنيين. نعم. طيب دكتور يحيى، أعود للدكتور محمد جميح من لندن. دكتور محمد، ذكرت أنه ما يحزنك يا استهداف مأرب والحملة التي طالت مأرب وتشويهها في خلال الأسبوع الماضي، ما مصلحة هؤلاء أن يقدموا مأرب بهذه الصورة ويخترقوا الإشاعات والأكاذيب على مأرب؟ هو يعني المماحكات للأسف الشديد، والمماحكات هي التي أوصلت الحوثيين إلى ساحل عدن في حقيقة الأمر، وتستمر الأسباب التي قوت الحوثيين في 2014 تستمر حتى هذه اللحظة. هناك بعض الإخوان لا يستطيعون الخروج من محدودية المشاريع الصغيرة، لا يستطيعون الالتحام مع المشروع الكبير.
نحن نقول بأن مأرب هي لكل اليمنيين، يعني لم يقل حتى الآن مأربي واحد بأن مأرب لأهل مأرب، وأن غاز مأرب ينبغي أن يظل في مأرب، وأن نفط مأرب ينبغي أن يظل في مأرب. مأرب للكل، ومأرب احتضنت الكل، وبالتالي الذين لديهم تصفية حسابات مع الإصلاح أو مع المؤتمر أو مع هذا التيار أو ذاك، أو مع هذا القيادي أو ذاك، أو مع هذا المحافظ أو ذاك، عليهم أن يصفوا حساباتهم بعيدا عن المشروع الوطني. قد يكون في نفسي بعض الشيء عليك أخي الكريم أو على فلان أو علان، لكن علي أن أفرق بين ما هو بيني وبينك كشخص من حساسيات، وما هو أي يعتبر مشروعا وطنيا لي ولك، بمعنى يجب أن تكون لخلافاتنا حدود لا تتجاوزها. نحن اليوم إذا مشروع يريد أن يلتهم اليمن، يلتهم عروبة اليمن، يلتهم تاريخ اليمن، يريد أن يعود بنا إلى ما قبل عام 1962، هؤلاء لا يدركون هذه الخطورة. هؤلاء الخطورة التي تشكلها عليهم مأرب في لا وعيهم أكثر من الخطورة التي يشكلها الحوثيون. لماذا؟ لأنهم يرون أن مأرب فيها تيار معين نجح، وهم لا يريدون لهذا التيار أن يبرز، ولا يريدون له أن ينجح، أو لا يريدون لهذا المحافظ أن يبرز، أو لا يريدون لهذا المسؤول أن ينجح. هذا خطأ، هذا خطأ. يعني هذا المسؤول هو اليوم في السلطة لكنه غدا سيخرج منها، لكن النموذج إذا انهار ستنهار العملية السياسية وسينهار الوطن. على هؤلاء قبل أن يكتبوا، قبل أن يتكلموا، عليهم أن يضبطوا الكلام وأن يضبطوا النوايا وأن يضبطوا ماذا يريدون، لأنهم إنما يفضحون أنفسهم. بالله عليك، الذين يعني رفعوا أصواتهم بأن مأرب قد سقطت، هم يريدون أن ينتقموا من تيار بعينه. لكن لو أن مأرب سقطت في حقيقة الأمر، مأرب التي احتضنت الكثير منهم الذين تكلموا عنها وعن هذا الظاهر، ما الذي سيستفيدونه هم؟ علينا أولا وأخيرا أن ننبذ المكايدات الحزبية، ولذلك نحن منذ وقت مبكر نقول حتى من بعد مقتل الرئيس السابق، نقول علينا توحيد الصفوف ونبد المكايدات. هناك عدو يتربص بتاريخ اليمن، بجغرافيا اليمن، بثقافة اليمن، بدين اليمن إن إنجاز التعبير، ويريد أن يضمنا إلى محور ليس محورنا، وإلى سياق ليس سياقنا، وإلى ثقافة ليست من ثقافتنا. صحيح. هذا هو الخصم الكبير، علينا أن نتوحد في مواجهة هذا الخصم ونتناسى الخلافات السياسية. أشكرك دكتور محمد. لا ننساها بل نتناسها إلى أن يأتي موعدها في الانتخابات القادمة، إن قدر لها أن تأتي، ثم تنفجر الخلافات أمام الصناديق. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن. مشاهدينا الكرام، الآن لدينا استطلاع آخر عن مأرب، ومأرب في عيون من هم فيها ومن يسكنون فيها، كيف استقبلتهم وكيف احتضنتهم، وما هو الجميل الذي يتحدثون هم عنها؟ نسمع منهم. بعد أن سقطت ميليشيات الحوثي الجمهورية والدولة واجتاحت كل المحافظات، مثلت مأرب الملاذ الأول والأخير لكل الأحرار من ربوع الوطن. الآن مأرب في هذه اللحظات التاريخية تعتبر محطة أو النواة الأولى إعادة تشكيل ملامح اليمن الجديد خلال الفترات القادمة. تمثل مأرب لليمنيين أهمية كبيرة باعتبارها كانت الملاذ الآمن لملايين اليمنيين الذين شردتهم ميليشيات الحوثي والذين هربوا من بطشها، وهي الآن تعتبر النموذج الأفضل للشرعية والقوة الوطنية، وتمثل النموذج الأرقى لمستقبل اليمن بإذن الله. أنا أتكلم عن صفها أني بنت مأرب. مأرب بالنسبة أنها ضمت كل النازحين بكل حب ومودة. مأرب يعني شملت جميع أنحاء المحافظات، لأن مأرب الآن هي صارت آمن مكان للعيش فيه. وأشكر جميع أبناء مأرب وجميع أبناء اليمن، وأتمنى الأمن والسلام لكل مواطن يمني. إذن هذه هي كلمة، أتمنى الأمن والسلام ليس لمأرب فقط ولكن لكل أبناء اليمن. هذه إحدى نساء مأرب أو بنات مأرب. أختم بحديثها بسؤال أخير للدكتور يحيى الأحمدي. دكتور يحيى، في 30 ثانية، هي كلمة أخيرة تريد توجيهها لأبناء مأرب وأيضا لمن يريدون أن يشوهوا مأرب باختصار.
في اختصار شديد نقول لكل من يريد أن يعاقب مأرب كما ذكر الدكتور نكاية بطرف معين، نقول لهم ما زالت مأرب يحكمها الذين جئنا وهم حكامها، لم يستبدل أحد من مكانه، ما زال الطاقم هو نفس الطاقم أو الطاقم نفسه. وأيضا نقول لهم بأن مأرب يعني ترحب بكم في أي وقت، وهي ترفع دائما وأبدا، تهديكم وردة جميلة وتستقبلكم في أي وقت دون أن تسأل عن مكانكم أو تسأل عن المحافظة التي تنتمون إليها، وستظل ذلك، هي لا تنتقم من أحد ولا تعاقب أحد، حتى من أسوا إليها بالأمس نعم. اليوم جاءوا إليها ورحبت بهم، هذه المحافظة التي تشبه الأب الحنون لكل اليمنيين، وكأنها تقول اليمنيين عودوا إلى تاريخكم وإلى أصالتكم وإلى نعم. عروبتكم. شكرا جزيلا لك الدكتور يحيى الأحمدي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها اليوم عن محافظة مأرب، ونتمنى دائما أن تبقى مأرب هي المنارة التي دائما ترمز للجمهورية وأيضا للمدنية والتعايش والسلام، وأيضا النموذج الأمثل في مختلف المجالات، سواء من جانب العسكري أو التنموي أو السياسي، وهي بالتأكيد حاضنة لكل اليمنيين، ونتمنى أن ينتقل هذا النموذج أيضا إلى المحافظات الأخرى، وأنت أيضا تزيد مأرب من الازدهار والتنمية والأمن والأمان. ختام هذه الحلقة من بين قوسين، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل وديع عطاء والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.